خبرنا شو قصة التقليد بتحب يعني هالموهبة يعني اللي عندك اياها؟ يعني بدأت وانا صغير كنت بقلد المدرسين وبعدين قلد صحابي. نعم. بعدين بدأت اغني بقى احتكاكي بالفنانين الزملاء يعني فبقيت اقلدهم هم كمان. ايوه. طب مين عبالك تقلد من الشخصيات اللي اكيد بتحب تقلدها؟ طب خلاص هقلد حد بس مش هقول لكم اسمه. مصطفى قمر. ماشي؟ مش هقول لكم اسمه. يا الله. خدي بالك انا بقلدهم بحب يعني انا أكيد. بحبهم وكلهم صحابي وبقلدهم اكيد قدامهم. وبنوجه لهم تحيه كمان يعني وبجيب لهم تحيه كبيره. يا حبيبي يا مش مايك يا وأمانة يا دي تقول لي يا دي أمانة يلا سوا 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 نسيني حبيبي يا دي فكريني يا دي فكريني يا دي ولا نسيني يلا وأمانة يا دي تقول لي يا دي حبيبي درش مصطفى قمر حبيب تحية كبيرة له أكيد وبحب كل أغانيه. نعم اسمعوا زقفة كبيرة يا جماعة. هيك بس قلدت لنا شخص واحد يعني ورضيتنا فيه هلا. لا بدنا بعد حدا. طيب خش على الممثلين بقى مثلا. ده كلام. مش هقول لكم اسمه برضه. هاني سلام. يا الله تمام. احنا مثلنا مع بعض في حالة حب حبيبي هاني وباركت له على مسلسله الاخير الداعيه كان رائع جدا يعني ربنا يكرمه يا رب ودايما من نجاح لنجاح. كان في فيلم تقريبا كان فيلم كانت نبيله عبيد تقريبا الاستاذه الكبيره الجميله يعني تقول له ايه اللي عاجبك في مصر في حوار كده قال لها انا اخترت اكون مصري هعيش وادفن في ارض مصر. انت مالك انت بالموضوع ده؟ بفيلم الاخر هيدا انا بحبك بجد وانا بموت بحبك فيك انت كمان. مين تاني؟ مين بعد بدك تقلد لنا؟ ممكن بهاء سلطان برضو مش هقول اسمه خلاص متفق بهاء احنا في شركه واحده وكده فبنبقى قاعدين مع بعض كتير بهاء عنده لازمه كده يعني هو بيغني ممكن يشرح حاجة مالهاش دعوة بالكلام اللي بيتقال خالص يعني مثلا يعني مثلا يا حبيبي عمرنا ما قلبي يجري وانت فاكر يا الله يا هو دايما يعني مرة كنت فرح مع بهاء وكان بيغني فهو يعني انا فاكره مثلا بيشاور لي على حاجة فانا كل شوية اتباعت معاه ابتدي ده العادي قال لي الحياة والدنيا ضحكت لي معاك اي شرح حبيبي يا بوب عملنا اغنية قوم واقف انت بتكلمني كلامي ولحني او يعني دي كانت تاني اغنية عملتها له كنت عامل لبهاء اغنية برضه في كده كلام ولحن تقول فضلت حايله معي بس وقوم واقف انت بتكلمني بعدها وما شاء الله نجحت جدا وربنا يكرمها يا رب من نجاح لنجاح ممكن حتة كده برضه ايه استاذ عادل امام مثلا سقف يا جماعه عادل امام مثلا ايه يقول لك تعبان انا ايه اللي ادبك على ابوك يا سلطان يعني كده حاجة شو رأيك بين بنات زمان وبنات جيل اليوم؟ بنات زمان يعني أقول لك حاجة هو الجيل الجميل جديد رقيق شوية يعني لا رقيق يعني زمان مثلا كانت الست او البنت تخش تطبخ مثلا
وبتقطع لحمه ولا حاجه مثلا ممكن صباعها يتقطع عادي من اللحمه، بتكمل الاكل عادي وتستحمل. دلوقتي لو بتفتح كان اي حاجه ساقعه ولا حاجه تتعور تكتب على الفيسبوك ايه انا شفت الموت بعيني. تامر فيعني يعني انت كده شوية. يعني انت مع بنات جيل القديم؟ لا يعني هو كل حاجه وليها وقتها. بس يعني بصي ما شاء الله امارات هم حلوين.